تسعى المملكة إلى بناء بنية رقمية قوية تساعدها على تحقيق طموحها الرقمي، وعشان كذا نحتاج مختصين يكونون خط الدفاع الأول لحماية بنية الاتصالات الرقمية. ومن هذا المنطلق أطلقنا في الأكاديمية السعودية الرقمية برنامج رواد أمن الاتصالات، واللي يهدف لتأهيل وتوظيف قدرات رقمية وطنية في قطاع الاتصالات. يقدم البرنامج دورات وورش عمل وتطبيقات عملية واختبارات مهنية على أيدي مختصين في مجالات البنية التحتية للاتصالات، أمن شبكات الجوال، أمن شبكات الإنترنت، حوكمة وإدارة أمن المعلومات، اختبارات الثغرات، ومهارات التعامل مع الهجمات الرقمية لمدة 4 أشهر متواصلة. يحصل المنضمين على فرص وظيفية مع شركائنا للتوظيف في قطاع الاتصالات. يستهدف البرنامج نخبة من خريجي تخصصات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات عشان يكونون خط الدفاع الأول ضد الثغرات الرقمية. ودك تنضم للبرنامج وتبدأ رحلتك معنا؟ الموضوع بسيط جداً. اتفضل بزيارة موقع الأكاديمية وسجل معلوماتك فيه، وبعدها بتمر بعدة مراحل للمفاضلة بينك وبين المتقدمين. المرحلة الأولى هي التقييم الأولي للسيرة الذاتية، وفي المرحلة الثانية بنتواصل معك ونشوف مدى معرفتك بالمجال. المرحلة الثالثة والأخيرة هي مرحلة المقابلة الشخصية مع شركاء التوظيف، اللي من خلالها بنتعرف عليك بشكل أكبر، ونقول بعدها مبروك للمنضمين. سجل الآن وخلك خط الدفاع الأول.